هذه العائلة أنا عندهم 23 سنة أنا متزوج عندهم. بابا فقير، كان عايش فقير، وخو هذا كان خدام في البلدية، كنا أحمد. دايرين هذا طيب طيب المرحوم. كي مات كي مات كانوا كنا دايرين برارك، ايه ندوا لها بارطمان في سيدي حماد. روحي سيدي حماد عطاو لها بارطمان هي ساكنة فيها هي وليدها على بالي في الجزائر. في الجزائر ايه. وقبل ما يموت الله يرحمه شرا لها سكنة عائلة هنا كاملها، ايه الله يرحمها، وخلي لها شهرية باش تعيش، والشهرية مدوها لها هي والعزوز. وعندهم أرض هذه تاع الاباء تاع 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 بوي بويهم تاع بوي بويهم تاع باباهم تاع جدودي تاع جدودي. هذه ارض ماشي مستغلينها، ارض هذيك شغل تاع عموميه تاع عروش راكي فهمت. كي مات باباهم قسمها عليهم خوهم الكبير، كي قسمها عليهم عطاهم زعما في كل بلاصه ميتر داوها. كي كان هذا سلفي طيب الله يرحمه حي، هو كان الله يرحمه تقبل بهذا القسمه صح. كي مات راجلها جا العيد رحت ديت لها انا لبسه الوليد، ما كنتش صح ما نكذبش عليك، ما كنتش مع ولادي مش متعاديين، ماناش شي متعاديين. هي كانت كي كان راجل سقسيها، كي كان راجل حي واحد ما يروح ليها. كي توفى ولا بغيتو تروحوا ليها؟ كي توفى لا نروح ليها، غير انا واحد ما يروح ليها. جوها سلافه جوها خاوتها جوها زعكتهم قبل ما يموت. خوها زعكتهم خوها ماليها زعما مالين راجلها مالين راجلها يماه ما تعرفش كنت روحي يماه مولاها 90 سنه يماه طيب يماه طيب عجوزه كانت جوزي اداتها المحكمه شرعتها شرعتها بصح التراب دوكا تاع من؟ التراب اللي تقول تاع يداهولي هذه تكذب ما عندناش تراب ما عندكمش عندنا بصح ورثنا الكوارض بلي كاين الارض رقم هذه رقم هذه هي راحت للعداله كنت نجيب لك الورق تاع العداله صح. راحت المحكمه تاع ابو سعاده شو خطره خسرت في المحكمه، راحت المحكمه تاع راحت المسيله خسرت في المسيله قالت لنا بلي خسرت كاع القضايا، راحت المحكمة تاع العليا زاد خسرت عقد عرفي ما عندهمش ما عندوش دليل وما عندوش اثبات ما عندوش دليل وما عندوش اثبات عليها. وهذه الدار هذه الدار اللي راهي تحكي لك عليها تاع جوزتي جوزتي حيه تاع الدار اللي ساكن فيها محمد اللي هي ساكنه عطيها مديتها محمد ساكن فيها بصح هي سكنت فيها ما سكنتش فيها والله لا تسعى لها حاجه نحلف لك. بصح وشنو الهدف تاعها كي تكذب؟ ما حبيتش نقول لك الهدف تاعها هي فيها مريضه نفسيا مريضه نفسيا باش وحده تدي جوزتها مولا 90 سنه المحكمه وزاد خرجت لها خبير أيه. الخبير كي جا سقسى على كلش ما لقى عندها راجلها والو لقى عندها سكنه برك في الجزائر. وش اللي شاريها لها هنا؟ والله اللي شاريها دارتها باسمها هي أيه. من هذيك رشعتها على اسمها كاريتها هذه كاريتها راجلك علاه تاكد على احمد أيه. انا كي شافتني مريضه حبت تزوج بالراجل ديالي الراجل ديالي كي ما حبش تزوج بها كيما تقول ما تراجل حب تزوج به حب تزوج بلوسها حب تزوج بلوسها. انت مرضتي كاني مريضه من ندير ديالي شكون كاين مريضه مريض. انت شكون قال لك هذه الهضره؟ هي ماشي باينه كتي من تعيط راجلي تعرفي انت مراه يعني مراه تعرفي مش معناتها كل يوم تعيط راجلي تعيط مش معناتها تعيط راجلي كل يوم تليفون. وراجلك واش كان الموقف تاعو؟ هو موقف تاعو يقول لك وليد خويا زعما يتيم بالك هاي عليها حاجه بالك تحق حاجه حنا درناك شغل ليتيم ما درناش حاجه في يعني وهي هو ما كانش عنده نيه يزوج بها. لا ما كانش عنده نيه يتزوج بها. يعني اختي احنا باش نعاودو نلخصو الحكايه الدار ماشي دارها تاع العجوزه تاع الورثه تاع الورثه والتراب ماشي ترابها ماشي تاع الورثه. واش تحب نوجهو لها رساله؟ قول ربي يهديك ربي يهدي ان شاء الله ان شاء الله هذا ما كان هذه الدنيا ما انا مدين منها والو انا نهار في الماشين انا حنا انا كي نعود مدي ندي الارض نديها ليا انا وهذا الطفل يلعن يكون نرمات العمام ولا نرمات جدا احسن حنوا عليه لا يتربى في وسط عائله انت في وسط العائله ماشي وحده ماشي شديها كما يعرف عمو يعرف جده مني ما قبل ما يموت بابا ما يعرف حتى واحد من العائله علاه ما تخليهش ما تخليهش هي ما تخليهش يجي سقسيها راهي تنتقم انتقام باك وتنتقم من هذه العائله قالت لك بلي انا ما على باليش انا كان يحرشوا في راجلي كان يديروا كان يعملوا انا ما شفتش انا هذه العائله اللي جيت عندهم عندي 23 سنه ما شفتش حاجه يعني ما يجنر.